وانا جاي النهارده قابلت واحد صاحبي لقيته متضايق جدا ومتعصب قوي قوي قوي. ايه يا عم مالك؟ في ايه؟ اهدى بس. احنا واخدين بالنا من تصاعد معدلات التلوث السمعي في البلد. حالة من الصمت والسكون التام سادت البلاد بسبب القرار وسط أجواء مشحونة بالغضب من قبل بائعي الخضر والفاكهة. شوف، القرار ده في منتهى الخطورة لأنه قد يؤثر على التواصل بين أبناء الوطن الواحد. الناس دلوقتي هتخاف تتكلم، ليه؟ لصوتها يعلى ويتقبض عليهم. زي ما حضراتكم شايفين، أنا طبعا كقنصل للقاهرة في محافظة الفيوم. فرض تأشيرة، إذ قررت محافظة الإسكندرية فرض تأشيرة الدخول على مواطني القاهرة الراغبين في التصيف بالإسكندرية.